وللحديث أكثر ينضم معي الضيف إبراهيم البابطين. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم. بداية، كيف ترى اتفاقية التعاون بين بنك التصدير واتحاد الغرف، وماذا أيضا يهدف له تمويل المصدرين؟ الله يعطيكم العافية أخوي الغالي. طبعا الاتفاقية اللي وقعت ما بين بنك الصادرات وبين اتحاد الغرف السعودية، طبعا اللي هي اتفاقية أساسا شراكة استراتيجية بين قطاعين. طبعا يعتبر اتحاد الغرف السعودية هي واجهة للمستثمرين والقطاع الخاص بشكل عام. مثل ما تعلم أن أساسا اللي يضم تحت مظلة تحت اتحاد الغرف 28 غرفة تجارية وصناعية، وكذلك حدود 23 لجنة وطنية من مختلف القطاعات والأنشطة، وكذلك يوجد كذلك 42 مجلس أعمال سعودي يضم تقريبا 42 دولة. طبعا الاتفاقية أساسا اللي وقعت طبعا حدث فيها عدة نقاط، اللي هي أولا اللي هي تزويد البنك طبعا بأسماء والشركات اللي راغبوا للتصدير والاستفادة من برامج التمويل، وكذلك إقامة الورش الدورية للتعريف على بنك الصادرات وآلية الاستفادة من البرامج التمويل والتأمين. وكذلك النقطة الثالثة اللي هي تسويق الخدمات ومنتجات البنك، سواء في المواقع الإلكترونية، عن طريق المواقع الموقع الإلكتروني تبع اتحاد الغرف، سواء عن طريق التواصل مباشرة مثلا مع البنك الصادرات. طيب، ماذا عن انعكاس هذه الاتفاقية يعني في عملية تنويع اقتصاد المملكة؟ طبعا هذا يعني طبعا من اهداف اساس رؤية 2030 المملكة، اللي هو زيادة اللي هي حجم الصادرات من الناتج المحلي تقريبا اللي هو 50%. طبعا الان الصادرات في السنة المنتهية عام 2020 تقريبا اللي حققت تقريبا حدود 201 مليار ريال، ومتوقع السنة النهاية 2021 أن تحقق 220 مليار ريال، اللي هو صادرات غير نفطية. وطبعا هذه يعني تشجع وتنوع اللي هو للمستثمرين، وخصوصا أن نستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنوع مصادر البيع الخاص فيها، يعني لا تستهدف السوق المحلي كذلك السوق الدولي، أن هذه تعتبر أذرع أو حوافز أو مبادرات أو بإمكان المستثمرين الاستفادة منها للتنوع مصادر مبيعاتها جغرافيا أو إقليميا. طيب، الآن ذكر يعني الخبر هنا 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ل 46 دولة، يعني على ماذا يعني تم اعتماد هذه الدول؟ هل بحجم الاستثمارات في هذه الدول أم مفتوحة لمن يريد طلب هذا التمويل؟ طبعا هي مفتوحه لمن يريد التمويل، لكن هي طبعا اساسا الصادرات السعوديه الغير نفطيه، يعني المنتجات الوطنيه تصدر لاكثر من 154 دوله، ولكن 46 دوله هذه الذين تقدموا للحصول على التمويل، وما زال البنك الصادر في جعبتها خفيه او في خزينتها 30 مليار، يعني تقريبا 21 مبلغ كبير الان القطاع الخاص لم يستفيد منه. فهي يعني ما هي يعني الان تم طلب 9 مليارات ولا زال هنالك اكثر من 21 مليار بامكان يعني الاستفاده من هذا الرقم. طيب، خلينا نتكلم عن نطاق التعاون مع اتحاد الغرف ويعني بنك التصدير، هل هو اكثر من ذلك ام لمجرد التمويل فقط؟ لا، هو في التعاون يعني اكبر بكثير، يعني احنا كدورنا يعني كمثلا في لجان، ان احنا نستهدف ليس فقط مجرد نسوق للتمويل وبنك الصادرات، كذلك نبحث عن التحديات، نبحث عن ما هي المعوقات للمنشآت الصغيره والمتوسطه للهدف التصدير. نعم، فهو بالعكس، هو بنك الصادرات يعتبر داعم ومشجع، سواء خصوصا خاصة للمنشآت الصغيرة تحديدا والمتوسطة التي ليس لديها يعني فكر على من ناحية التمويل والاستفادة منه لانتعاش وزيادة حجم المبيعات الخاصة فيه. طيب،
لفت نظري أن هنالك خدمات مالية واستشارية وأيضا ورش عمل. بالعادة لا يقام ذلك، وإنما يأتي بدراسة جدوى ويقدم على التمويل من أجل يعني أخذ هذا التمويل. هذه الخدمة بماذا ستنعكس أيضا على من يطلب هذا التمويل للتوضيح أكثر؟ طبعا هي راح ينعكس بشكل ايجابي، وقبل نقول بشكل طردي، انه راح يكون في زياده في عدد الحصول للمصانع والشركات على موضوع التمويل، خاصه لما يكون في تثقيف دوري ومستمر غير منقطع في سواء كان في اتحاد الغرف السعوديه او سواء عن طريق قنواته من الغرف التجاريه في المتوزعه على المملكه اللي 28 غرفه، اللي هدفها انها تثقف للمصانع اللي هي الاستفادة من هذا التمويل. طبعا التمويل يعني اللي ترى التمويل جاي من شقين، المصدر والمستورد. فأنت بدل مثلا المستورد ما يدفع لك مثلا مليون دولار كاش لقيمة بضاعتك، ممكن المليون دولار هذه ممكن إنه يقسطها من 3 سنوات إلى 7 سنوات. نعم. فهذا يتيح للمستورد إنه بدل إنه يكون في استدامة واستمرارية في التعامل مع المصدر السعودي والمنتج الوطني، وفي نفس الوقت المستورد هذا هو اساسا راح يقوم بعمل دعايه مجانيه لك، ان الذهاب الى السوق السعودي واستقطاب بضائع من هناك، ولكن بموجب تمويل ميسر من 3 سنوات الى 4 سنوات، من 3 سنوات الى 7 سنوات. فينعكس ايجابيا وطرديا على زياده التصدير وزياده المبيعات المصانع. نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم البابطين لإثراء هذا الملف.